يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم جلسة مفتوحة برئاسة فرنسا لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك استجابة لطلب تقدمت به مصر في 19 من الشهر الجاري. كانت أيضا مصر قد انتقدت ما وصفته عرقلة إثيوبيا للمفاوضات بشأن السد، وطلبت من مجلس الأمن عقد جلسة بهدف استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. ومن نيويورك ينضم إلينا مراسلنا نبيل أبي صعب. أهلا بك نبيل. يعني قبل بدء الجلسة، لو نستعرض سريعا موقف الدول الأعضاء من الأزمة، أزمة سد النهضة، وأيضا ما المعول من قبل مصر على هذه الجلسة اليوم؟ نعم صبا، نحن الآن قبل ساعة وربع تقريبا من بداية هذه الجلسة. الأهمية في هذه الجلسة أنها ستكون الأولى بشكل علني لمجلس الأمن، وبالتالي سنتمكن من استطلاع اتجاهات المواقف في مجلس الأمن تجاه هذه المسألة المستجدة. هذا الأمر وصل إلى طاولة مجلس الأمن بعد كثير من الحراك الدبلوماسي. علمنا في وقت سابق أن الولايات المتحدة دعمت موقف مصر في عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، وأن جنوب أفريقيا في المقابل كانت على رأس المعسكر الذي فضل تجنب الوصول إلى مجلس الأمن وحل هذا الأمر في نطاق الاتحاد الأفريقي. لم يتمكن الاتحاد الأفريقي بشكل تام على الأقل حتى الآن من إنجاز اتفاق متفق عليه وموقع عليه من الأطراف الثلاثة، مصر، إثيوبيا والسودان. وبالتالي رغم أن الاتحاد الأفريقي تمكن من تأجيل انفجار الأزمة، ولكن تفسير التوافق الذي تم التوصل إليه يختلف بين أثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة أخرى، وبالتالي طرح هذه المسألة على طاولة مجلس الأمن سيعطي مصر أفضلية من الناحية الإجرائية على الأقل هنا في الأمم المتحدة. من الناحية السياسية الأمر مبكر جدا الوصول إلى استنتاجات، خصوصا أن المجلس من غير المتوقع أن يقر أي قرار أو موقف نهائي اليوم من هذه المسألة، وبالتالي سوف نستطلع آراء واتجاهات أعضاء مجلس الأمن في هذا الشأن. سمعت من دبلوماسيين أن موقف مصر جيد بين الدول الخمس الدائمة العضوية، ولكن نعلم في الوقت نفسه أن حسابات الصين في أفريقيا حسابات حساسة جدا واستراتيجية، وأن الصين تحاول دوما التحدث باسم الدول الأفريقية أو تحاول استخدام مصالحها في القارة الأفريقية بشكل واضح في مجلس الأمن، وبالتالي سيكون من المهم رصد الموقف الصيني. نعم. إضافة طبعا إلى باقي أعضاء مجلس الأمن. بالتأكيد سوف نتابع معك نتائج هذه الجلسة. نبيل من نيويورك، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.